نحن بوامدا ستوديو مع عماد عيسى عبد القادر عياش co-founder of What's Next. أهلا وسهلا فيك عماد. أهلا فيك. كيف ملاقي عقربنا لهلأ؟ لا ممتاز، أحسن من السنة الماضية. في فرص للتشبيك كتير منيحة والحمد لله كويس يعني. خبرنا عن What's Next. What's Next هو software house بدأ بأوائل 2009 بالأردن بعمان. احنا عملنا سوفتوير اسمه وان كليك. وان كليك هو ابلكيشن بيلدرز انيبلز النون تكنيكال بيبل تو بيلد ذس ابلكيشنز. يعني المحاسب بيقدر يعمل برنامج محاسبه من غير ما يكتب كود، رجل المستودعات امين المستودع بيقدر يعمل برنامج عشان تو اوتوميت الانفنتوري بروسيس من غير ما يجيب شركه تعمل له الابلكيشن هذا او يشتري من الاشياء الموجوده بالسوق اذا كانت غاليه او مش متوفره. نفس الشيء الطبيب، نفس الشيء المحامي. فاحنا عم نحاول نوصل الفكره انه البرمجه مش مختصره فقط على الناس المبرمجين او المهندسين، فاي حدا فاهم بزنس بيقدر انه يعمل بزنس ابلكيشن تبعته ثرو الوان كليك. كيف خطرت لك الفكره انه تطلق هيك مشروع؟ هي البرمجه 90% منها شغل دوبليكيت، يعني انت بتشتغلي نفس الشغل لاكثر من كلاينت. فمش منطقي انه كل مره بدك تشتغلي الشغله هاي تكتبيها من الصفر ومن السكراتش. وبرضه في الكود اوف ايثكس للمبرمجين ما بصير انا اخذ الكود هذا واعطيه لواحد ثاني بس اعدلها شويه اشياء. فاحنا عملنا انجنز صغيره بتسهل حياتنا احنا كمبرمجين، وبالاخر جمعنا كل هاي الانجنز مع بعضها وطلعنا الوان كليك. اي متى انطلقت الشركه؟ الشركه حكيت بدات باوائل 2009، باواخر 2011 والوان كليك صار جاهز. الوان كليك هو واحد من اربع ابلكيشن عالميين، هو الوحيد في المينا ريجن، هو الوحيد اللي بيحكي مع اكثر من لغه، يعني عربي انجليزي فرنسي ايطالي باختلاف اللغات الموجوده. وهو يعني بالفيتشرز اللي فيه الحمد لله احنا سابقين الماركت ليدر استرالي. بس يعني لسه احنا بدنا، يعني هلا عم ندور على فند عشان ناخذ الشركه للنكست ليفلز، عشان نعمل اوير للفكره، لانه لسه الفكره يعني لسه الناس they don't trust المشين عشان تكتب الكود تبعهم. هم لازم انه يعني لازم نوعيهم بهاي المرحله، وان شاء الله انه خير. شو اهم التحديات اللي عم تعانوا منها لهلا؟ اهم شيء احنا يعني كنا واجهينه الماركتينج. يعني عشان تعملي ماركتينج لبرودكت معين لازم البرودكت هذا يكون فيري سبيسيفيك لنيش معين. احنا البرودكت تاعنا يعني كان فيت ايفريوير، فهذه مشكله بالنسبه للناس. يعني ممكن تحكي لهم يعني البرودكت بينفع للصيدلي وللدكتور وللمحاسب ولشركات البرمجه، طب لا ما بزبط. يعني بدك تحاول تلاقي لحالك نيش ماركت تشتغل فيه. فهذه كانت واحده من الاشياء الجدا صعبه عشان هاو تو ماركت الابلكيشن. الشغله الثانيه الفاندنج، يعني احنا قعدنا سنتين نصرف على البزنس لحالنا من فلوسنا الشخصيه، بس بعدين انه لا صرنا بدنا 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 فند. فالمستثمرين اللي عم نحكي معهم عم بحبوا الفكره، عم بيعجبوا فيها، بس مش قادرين ياخذوا الريسك معنا لانه بهيك لسه يعني شغله جديده مش معروفه، يعني البوتنشال تاعها لسه مش مبين، بده 10 سنين 15 سنه عشان يطلع في العالم. فهون في مشاكل يعني لسه. وعم بتنبشوا عم تدوروا على تمويل بس بالاردن؟ عم ندور، لا مش بس بالاردن وبرا الاردن، بس اغلب الناس في الاردن مش يعني مش انجل فند، يعني انه في سي، يعني لازم يكون انت عندك ريفينيوز وشغال كتير منيح عشان تسبورت يو. برا البروسس طويلة، يعني حكينا مع ناس بتركيا، حكيت مع ناس وين نسيت اسمه سيد كامب، نسيت اسمهم وين موقعهم. بدهم تقريبا ريفينيوز كل شهر 40,000، يعني أقل من الأرقام اللي بدهم إياها بالأردن، بس برضو ستيل يعني لازم يكون في ريفينيوز. صح. هل كان في مستخدمين للابلكيشن لهلا؟ هلا احنا وقعنا مع اربع شركات بالاردن، وفي شركه بابو ظبي، في بالاردن وفي منهم شركه حكوميه انتيتي حكوميه. وهذه الشركه عندها 500 يوزر هلا بيشتغلوا على الوان كليك. عملوا عليه اكثر من ابلكيشن، عملوا عليه اكاونتنج، عملوا عليه بوينت اوف سيل، عملوا عليه سي ار ام، وعملنا انشورنس بروكرج لشركه في ابو ظبي. وهلا عم نحكي مع شركتين، عم نحكي مع ثلاث شركات بعمان. أرامكس واحدة من الشركات اللي عم نحكي معاها، إن شاء الله إنه خير. إن شاء الله. قديش سهل عن جد استخدام
software. احنا يعني نتطلب يعني مينيمم فيابل نوليدج في الكمبيوتر، يعني اللي بيعرف يستعمل وورد واكسل وباوربوينت ويشيك ايميله وفاهم بزنس بيقدر سهل جدا يعمل قادر يبني ابلكيشن بزنس ابلكيشن. احنا وي انفست ان يو اي في اليوزر انترفيس عشان نخليها يعني سهله للغايه عشان اي حدا بيقدر يعمل بزنس ابلكيشن. بس يعني نظرا لقديش اليوم في اقبال كبير على الابلكيشنز والموبايل ابلكيشن، غريب انه ليش العالم ما كتير ركضت لحتى تستخدم هالابلكيشن، ليش برايك؟ لانه لسه الناس ما عندهاش ثقه، زي ما حكيت لك انه الماشين تبني الكود، لانه بقول لك انا بدي اعرف كل سطر في الكود شو بيعمل شو بيسوي، اليوتيلايزيشن تبعت الكود، الاناليسيس للكود. يعني هم يعني زي اي مبرمج، يعني انا لو بدي احط حالي محل مبرمجين بدي احكي لهم على الابلكيشن لازم افكر 100 مره قبل ما استعمله، بس لما اشوف انه هو بسهل علي 60% من الشغل وبوفر علي وقت مينيمم 70% عشان تو ديليفر ذا ابلكيشن، بستعمله ما عندي مشكله. فكرتوا تخلوا السوفت وير بلاش اول فتره من دون مقابل؟ نزلناه ب 3/4 ل 5/8 فري، حصلنا على 1000 داونلود على 420 اكتف لايسنس. الفيدباك اجتنا يعني خلينا نحكي 70% كان منها الفيدباك بوزيتيف، كان في شويه باجز وايرورز ظبطناها وهلا بلشنا نبيع لايسنس الابلكيشنز. يعني برايك يمكن اذا فتحتوه فور فري اكثر معقول يصير في اقبال بعدين يتشجع الناس يصيروا يدفعوا حق اللايسنس بعدين؟ هو اذا احنا نزلناه فور فري لازم يعني مش فور فري للابد، يعني ممكن ننزلها شهرين ثلاثه فور فري عشان او نسخه فور فري والادفانس yes. يعني لا تشجيع الناس انه يستخدموها لانه شيء كثير مطلوب. يعني هي الفكره هلا بس عشان الاويرنس، يعني التوعي عند الناس انه يوثقوا في حدا تاني يكتب الكود عنهم او تو بيلد ابلكيشن غير ماشين غيره. فهاي هي المشكله وان شاء الله انه بنحلها. يعني طيب كل النجاح ان شاء الله بالتوفيق. تسلم يا رب وشكرا لانك تحدثت مع ومضى. لا شكرا كثير لكم. شكرا كثير. اهلا عماد co-founder of What's Next، شكرا لانك تحدثت مع ومضى. شكرا كثير لك.